عام على انطلاق برنامجكم الفقهي الفكري الجواب الوافي عبر أثير راديو الثورة. الداخل السوري كان له أهمية كبيرة، وبخاصة المناطق المحررة وما رافقها من أحداث تتطلب رأيا وحكما شرعيا. استضفنا فيه ثلة من أهل العلم المختصين في الشمال المحرر فيما يزيد عن 40 حلقة، تناولنا فيها مواضيع فقهية كحلقة التسعير في الإسلام. التسعير الذي أنت سألتني عنه هو أن يوضع سعر محدد، ثمن محدد على المنتج ويلزم به المتعاقدان. وحلقة الزكاة وأحكامها. فزكى المال أي زاد وربى ونمى، كذلك من معانيها اللغوية هي أنها طهارة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي تزكي النفوس وتطهرها. وحلقات عقدية فكرية كحلقة وجوب حاكمية الشريعة. لا شك أن تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في أرضه هو من أعظم ما يمكن أن يتعبد به الله سبحانه وتعالى، أن يتعبد الله تعالى بتحكيم شريعته. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجد الوجود وأنزل حكمه المبين ليقوم الناس بالقسط، ليعدلوا ويحكموا بحكمه الكريم سبحانه وتعالى. فمن أعظم ما يتعبد الله تعالى به ويتقرب به إليه هو أن تحكم شريعته سبحانه وتعالى. والتحذير من العلمانية ودعاتها. فلا بد أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والأخير لهذه الدساتير، غير ذلك لا يمكن أن نقبل ولا يجوز لنا شرعا أن نقبل. فهذا مطلب لا يمكن أن نتنازل عنه أبدا، في سبيله بذلت الدماء والأرواح وأزهقت الأرواح وشرد الملايين في أصقاع الأرض. هذا يعني دائما لا بد أن نكرر أنه مطلب لا تنازل عنه أبدا. وكان هناك حلقات خاصة تناسب الوقت والظرف الزماني كحلقة الحديث عن شهر رمضان وفضل صيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام يحتاج إلى إيمان، والإيمان هو التصديق، أي أنه ينبغي على المسلم أن يؤمن بأجر الله عز وجل وثوابه. واحتسابا أي أنه يحتسب الثواب على الله ويحتسب الأجر عند الله. وحلقة الامتحانات وأبرز الأسئلة عنها. فكيف بالإنسان اللي هو ليس من الأنبياء وليس فإذا يحتاج الاستعانة بالله؟ سبحان الله، ما استعان عبد بالله إلا أعانه. والإنسان ربما الطالب يغفل عن الاستعانة، يعني يجب عليه أن يكثر من الاستعانة بالله عز وجل على الدراسة والتحصيل، وأن يلتجئ إلى الله أن ييسر عليه هذا الأمر، يطلب العون من الله عز وجل. لذلك الصحابة كانوا يسألون الله شراكا عليهم، كم هو أمر خفيف الإنسان يربط شراكا عليه أو حذاءه. بالإضافة إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة الفقهية وغير الفقهية الواردة على البرنامج. كل هذا إخواني المتابعين نحاول من خلاله تذكير المسلمين بدينهم وبوجوب الرجوع في كل مناحي الحياة لأحكام الإسلام، وأن شريعتنا شريعة الإسلام هي منهج شامل لجميع أمور الحياة يعيش عليه المسلمون. فلسنا بحاجة لمن يضع الدساتير والقوانين المستوردة من الخارج، وسنظل إن شاء الله مستمرين في ذلك ثابتين بعون الله. وننوه أيضا على أننا في جاهزية لاستقبال ملاحظاتكم وأسئلتكم حول البرنامج عبر روابط صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. قد يستفتونك والفتوى مشكاة من وحي الدين.